السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا نفس يعني اللبسه نفس كل شيء، حيت صورت لكم في نفس النهار. حيت كما كتشوفوا دابا اللي عندي الوقت، حيت عندنا واحد العطله هنا في اسبانيا وعندي الوقت باش نصور لكم، حيت ما عندي ما ندير. يعني ما عندي ما ندير هاد الايام هادو، عندي واحد العطله وقلت علاش لا ما نصور لكم فيديوهات اللي دائما في راسي باش نصور لكم باش تستافدوا معايا. موضوع ديال اليوم كما كتشوفوا في العنوان، غادي نهضروا على المنتوجات ديال سيان اللي ما عجبونيش بالنسبه لي انا. غيكونوا الناس اللي عجبوهم، بحال مثلا بعض الحاجات اللي هنايا اللي غادي يكونوا خداوهم جربوهم وعجبوهم، وكاينين الناس اللي بحالي خداوهم وجربوهم وما عجبهمش. هادو ثلاثة ديال الحاجات من ماركة ديال سيان ولا ليدل اللي هو كاين في أوروبا كلها. ليدل كاين كاع في أوروبا، المغرب ما كاينش. المهم هاد المنتوجات هادو البنات اللي غنهضر لكم عليهم هما ثلاثة ديال الحاجات كما قلت لكم. الحاجة الأولى اللي جربت وما عجبتنيش نهائيا وما بقاش غادي نعاود ناخدها ولا نخسر فيها الفلوس ديالي، داكشي على اللي بحالي ولا اللي بغات تاخدو، انا نعطيكم رايي الصريح ما عجبنيش، ولكن اللي بغات تجربو جربو، انا المهم بالنسبه ليا ما عجبنيش. هو هذا البنات، هذا ديسماكيانتي، هذا ديال سين اللي كيجي مخلط بحالو بحال ديال نيفيا، ديال بورجوا، ديال ماركات عالميه، بحال هما داروا هذا ايميتاسيون ديال نيفيا ولا ايميتاسيون ديال بورجوا ولا ماركات الاخرين الكبار. هذا كيجي فيه بحال الزيت وكيجي فيه ما كما كتشوفوا. المهم الحاجه الاولى اللي ما عجبتنيش فيه هو واخا فيه زيت وما قال لي كيمسح واتر بروف، ما كيمسحش. كنحس به بحال مثلا فاش كنديرو في القطن، كنديرو في عيني كنبغي نمسحو، اشنو كيدير؟ بحال داك القطن كينشف وداك الزغب ديال القطن كيسق ليا في الرموش، الرموش فيهم الريسي، كيحرقني في عيني. كيفاش كديري كتبغي تمسحي الماكياج كتحسي بحال القطن ما فيه والو، ما كيمسحش مزيان، وكتحسي بداك القطن ناشف بزاف 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 بحال ما فيهش البرودو. هادو هما الحاجات اللي ما عجبنيش فيه. يعني هذا ما بقاش غادي نعاود ناخذو نهائيا. خديتو بجوج اورو شي حاجه ولا اورو شي حاجه وبقيت عاقله. بالنسبه ليا من المنتوجات اللي خايبين ما عجبونيش وما بقاش غنعاود نشري. هذا كما كتشوفوا غيكونوا الناس اللي خداوه، الناس اللي خداوه وكيطرى ليهم بحالي تخلي لي في الكومنتاريو، وكاين الناس اللي خداوه وعجبهم تخلي حتى هو في الكومنتاريو وتشارك معنا التجربه ديالها. يعني كل واحد والبشره ديالو، كل واحد وعيني، كل واحد سميتو. ولكن بالنسبه ليا انا ما كيمسحش، ما كيديرش الخدمه ديالو، ما كيمسحش، وكديري في القطن وخاصك تبقاي يعني تكبي فيه ايترو باش يلا تحسي بداك القطن فازك. كتبداي تمسحي ما كيمسحش لك، والريسي ديال واتر بروف مسحي حتى كيضرك تحت عينيك وما كيمسحش والو. الحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش بالنسبه ليا انا حيت عندي البشره دهنيه، هذا شريتو وخطيت فيه حيت هو كيصلح الناس اللي عندهم البشره جافه. كما كتشوفوا شحال هادي جربت معكم هذا الماسك هذا ديال سين اللي كيجيو فيه جوج ملاصقين، جربت هذا التحتاني وخليت هذا الفوقاني. ما بقاش غادي نديرو. الناس اللي عندها البشره جافه تاخذو، والناس اللي عندها البشره دهنيه ما تاخذوش. كيدير ديك 75 سنتيم. بالنسبه ليا كنهضر على الناس اللي عندهم بشره دهنيه، الا درتوه غادي ينوض لكم الحب في وجهكم. حيت هو فاش كديروه في الوجه ديالكم كديريه كماسك، وشنو كيدير؟ ما كينشفش. يعني بحال درتي كريمه ديال نيفيا، ولا كتحسي بحال درتي شي كريمه ديال نيفيا ولا كريمه ديال الجسم مرطبه ودرتيها كامل على وجهك وخليتيها 30 دقيقه ولا 20 دقيقه وغسلتيها، يعني ما كتنشف ما والو، كديريها غير ككريم مرطب. حيت هو ديال الويفيرا، هي كما كاتبين ماسكاريا ايدراتانتي، ماسكاريا فاسيال ايدراتانتي، يعني ماسك ديال الوجه مرطب.
الناس اللي عندهم بشرة دهنية، احنا اصلا عندنا البشرة ديالنا مرطبة يعني طبيعي طبيعيا ولا بور ناتوراليسا، عندنا الوجه ديالنا فيه دوك الزيوت وداك الشيء، يعني بحال مغدي ولا بحال مرطب خلوق. الناس اللي عندهم البشره الجافه هو اللي يصلح ليهم هذا، يبداو يديروا هاد الماسكات بحال هكا باش يبدا يرطب لكم الوجه ديالكم. المهم انا درتو اشنو طرا ليا الغد ليه، وجهي تزوق كامل بالحبوب. راه كنت قلتها لكم، كنت قلت لكم يا ربي فاش انا كنت كنديرو في وجهي بقيت كنقول يا ربي ما ينوض ليا الحبوب، ولكن في الاخير ناض. عرفت انا فاش كنديرو رقيتو بحال الكريمه وداكشي، عرفت واش غادي ينوض ليا الحبوب. هذا البشره الجافه ننصحك تاخدي، البشره دهنيه ما ننصحكش تاخدي. الحاجه الاخيره والثالثه اللي ما عجبتنيش هو هذا، كما كتشوفوا انا كنسحاب ليه واش بحالو بحال ديال بريمور. المهم خديته، هو الريحه ديال الذات، يعني سبراي ديال الذات فاش كدوشي كترشيه على الذات ديالك باش بقى ريحه في الذات ديالك نهار كله، دوشي نهار كله، لبسي الحوايج يعني ما غاتيتشم فيك العرق، الحوايج ديالك غيبقاو نقيين، الحوايج ديالك غيبقاو تشمو زوينين، نتيا غتبقى تشم الريحه ديالك زوينه. المهم هذا البنات كتشمي ريحه الحلويات وداكشي. هو انا فاش هزيتو درت هكا، قلت ما فيا ما يمشي بريمور، ما فيا ما يبي دي بريمور، قلت ها هو غادي ناخذو. خديته بجوج اورو 99، ولكن غلطت فيه، ماشي بحالو بحال بريمور. ديال بريمور كديري عرفتي النهار كله الريحه، 24 ساعه الريحه كتلصق في الجسم ديالك ما كتحيدش. هذا باش كترشيه، باش كترشيه كتشمي في الاول ما كيدوزوش شي دقيق كتمشي بحال ما رشيتي والو في الكوربو ديالك، والو ما رشيتي والو، بحال غير رشيتي الماء صافي. بالنسبه ليا فلوب، ما غاديش نعاود نشري. من الاحسن بقى دائما ناخذ ديال بريمور. ديال بريمور كيبقاو بحال درتي بارفان، بحال درتي شي بيرفومي في الوجه ديالك، عفوا في الجسم ديالك، كيبقاو مده. الناس كيشموك الريحه ديالك زوينه، الحوايج ديالك كتبقى تلصق فيهم بلا ما ديري بارفان، غير بهذاك الريحه ديال الذات، سبراي ديال الذات، الحوايج ديالك كيتشمو زوينين. غير الى دزتي، بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كاينين الناس اللي غير كيدوزوا عليك بلا كاع ما يديروا البارفان كتشم الريحه ديالهم زوينه، هما هادو الريحه ديال الذات اللي كنستعمل انا، بلا ما ندير البارفان الجسم ديالي كيتشم واعر، بلا ما نبدا ندير الا عندك شي بارفان غالي ولا شي بارفان قوي ولا شي بارفان اللي ما بغيتيش نتيا تخسري ولا ما بغيتيش نتي اصلا ديري البارفان، ننصحك تاخدي غير هذا وصبني الحويجات ديالك مزيان بشي سوافي سانتي تكون الريحه ديالهم زوينه، وردي عليا الخبر عرفتي راه الريحه ديالك غتبقى زوينه النهار كله. المهم وما تنساوش مزيل ديال العرق، هذا بالنسبه ليا ما بقاش غادي نعاود نشريه حيت ما كيبقاش مده طويله في الجسم. المهم البنات هادو هما ثلاثه ديال الحاجات اللي جربت حاليا مده شهر وما عجبونيش وشاركتهم معكم. بالنسبه للماسك كما قلت لكم، البشره الجافه تقدر ديرو، البشره الدهنيه ما نصحش ديرو غير نوض لك الحبوب. داك موزين ماكياج درت لكم عليه ما عجبنيش. المهم كاينين حاجات اخرين اللي خديت من ماركاسيان اللي كنجرب فيها عاد باش غادي نهضر لكم عليها، نقول لكم واش عجبتني ولا ما عجبتنيش. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى لكم فيكم، ولا عجبكم ما تنساوش لايكات وشكرا بزاف. تمره اخرى ان شاء الله، بسلامه.